السلام عليكم مشاريع étudiants, نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. في هذا السيوم سادي غادي نكملوا لو بروميي شابيتر اللي كنا بديناها نورمالمون بريسيدامون في لا بارتي نيميرو 1. دونك غادي نكملوا في هاد لا بارتي نيميرو 2 كيلكو تروك تري امبورطون في البارتي ديال النيوكليير في ترانسفورماسيون نيوكليير. دونك غادي نبداو بريزومي ديال كيلكو نوسيون وقفنا عندهم في لا سيونس بريسيدونت. دونك الريزومي هو على شكل هذا لو طابلو هذا. دونك كنا قلنا بلي كاينين 4 راديو اكتيفيتي 4 ترانسفورماسيون نيوكليير اللي هما الفا بيتا موان بيتا بلس اي غاما. درناهم بيان سور لو طابلو. عندنا لا راديو اكتيفيتي لو تيب دو راديو اكتيفيتي, هنا عندنا تيب دو نويو اي لا بارتيكول émise. Donc la radioactivité alpha, شكون اللي كيدير ليها الراديواكتيفيتي؟ اللي كيديرها هما نورمالمون قلنا تيب دي نوايو سون لي نوايو لور. ياك لا بارتيكول émise au cours de la transformation alpha c'est He4 2. بيتا موان اللي كيدير ليها لي نوايو اللي كيديروا لا radioactivité بيتا موان هما سون دي نوايو كي يون انكسي اللي عندهم ان اكسي او نوترون. اي بيان سور لي نوايو اللي كيديروا بيتا بلس كيف ما شفنا سون دي نوايو كي يو ان اكسي او بروتون. اي فينالمون لي تيب دي نوايو سيفكتيون لا راديو اكتيفيتي غاما سي سون دي نوايو كي يو ان اكسي اون انرجي ولا عقلتو كنا قلنا كيتسماو دي نوايو اكسيتي. هادو سون دي نوايو اكسيتي. بيان دونك او كور دو لا ترانسفورماسيون بيتا موان لا بارتيكول ايميز سي الالكترون, بيتا بلس سي لو بوزيتون. فوالا bien sûr gamma il y a la seule radioactivité il ne peut être chez une particule peut être faire l'émission d'une énergie électromagnétique. Voilà donc le tableau là fait un résumé. Alors j'ai tenu à chez le tableau garde les informations fait le tableau ben je ne peux pas نديرو واحد ريكابيتولاسيون باش نقدرو نضبطو لو دياغرام دو سيغري. ماتنو غادي نديرو لو دياغرام دو سيغري ولا كيتسمى لو دياغرام ان اون فونكسيون دو زد او بيان زد اون فونكسيون دو ان. اما نسمي دياغرام دو سيغري ولا دياغرام ان اون فونكسيون دو زد ولا زد اون فونكسيون دو ان. بيان دونك نديرو هادشي هذا دياغرام de ces gris ou la diagramme n en fonction de z ou bien z en fonction قبل من نبداو في لو ديغرام دو سيغري غادي نشوفو لو مو ايزوتوب. دونك لي ايزوتوب qu'est-ce que ça veut dire isotope. دونك on appelle isotope. Donc sont les nucléides partageant le même nombre de protons mais ayant un nombre de neutrons différents.
Donc, je nomme les nucléides tout simplement sont des nucléides, c'est-à-dire sont des noyaux. Sont des noyaux, le même nombre de protons et bien sûr se diffèrent au nombre de neutrons. Il manque un nombre de neutrons différents ou un nombre de masses différents. Là, nous allons nous A, ce que c'est, oui, que c'est Z plus N. Ou mais un Z بحال بحال صافي طيب ياك مي سو ديفير اون نوترون اذا لا تبدلت لي النوترون لو نوغ ديال النوترون غيتبدل لو نوغ دو ا يعني مثلا ناخذ لو كاربون 6 12 لو كاربون 6 13 لو كاربون 6 14 عندهم ميم زد صافي ياك ميم نومبر دو بروتون يعني ميم زد دونك شنو اللي خلى ا هنا ديفيرون هو ان لو نوغ ديال النوترون ديفيرون هنا عندي 6 نوترون هنا بيان سور هادشي اللي دوينا عليه في لا سيونس اللي فاتت هنا 7 نوترون وهنا وي وي نوترون اذا يا اما نقول عندهم ميم زد سي ديفير بار لو نومبر دو نوترون ولا سي ديفير بار لو نومبر دو ماس لي دو ديفينيسيون صحاح بيان ولا مثلا ناخذ لوكسيجين 8 16 لوكسيجين 8 17 اي لوكسيجين 8 18 ou l'on note par exemple l'hydrogène H1 H12 et H13 bien sûr on a les deux noyaux les noms de deutérium il y en a deux ou de tritium il y en a deux trois le nombre de masse A aussi bah, par exemple on a note par exemple, l'azote 7, 14, par exemple, l'azote 7, 15 et l'azote 7, 16, par exemple. Donc, ce qui est important là, c'est que nous avons sont des isotopes. Il y a un même Z et se diffère par le nombre de neutrons ou là, le nombre de masse A. Donc, شنو دار سيغري علاش درنا دوينا على لي زوتوب شنو دار سيغري الفرق بين سيغري و لو طابلو بيريوديك كتعرفوا نتوما لو طابلو بيريوديك لو طابلو بيريوديك شنو فيه فيه تو لي زيليمون شيميك اللي كاين في لا ناتور لو كاربون لو فير لو مانغانيز لو كوبالت لو كالسيوم المغنيسيوم اكسيتيرا كتلقى شاك كاز في الطابلو بيريوديك شنو عنده فيه واحد ليليمون شيميك وفيه كيلكو انفورماسيون على ليليمون شيميك متافقين ياك Par contre, le diagramme de Segri, derrière tous les éléments liquinines sur le tableau périodique, mais les isotopes d'hier. Automatiquement, on recoule le volume de le diagramme de Segri, par ZF, mais bien sûr le tableau périodique à l'est, et le tableau périodique fait les éléments chimiques, mais fiche les isotopes. Mais quand je mets le carbone 6, 12, 6, 13, 6, 14, non. Quelques éléments de carbone ou quelques informations à l'aide. T'as compris? Mais, le diagramme de Segri, quelques éléments chimiques et les isotopes d'hier. Bien sûr, il y a une question que nous avons dit, c'est que nous avons dit les trois isotopes de l'oxygène, c'est qu'il y a des isotopes dans la nature. Il y a des isotopes dans la nature. Mais l'abondance naturelle de ces deux, c'est-à-dire une espèce de tawajud dans la nature, est grande. يعني هما لي نوايو اللي مشهورين ديال الاكسجين والا راه فكاين اكثر من ثلاثه ديال لي نوايو حنا كنت انتريسيو بثلاثه علاش حقاش هما الاكثر تواجد في الطبيعه اللي عندهم لابوندونس لو بورسونتاج دو بريزونس في لا ناتور الفي بيان هذه من جهه اخرى هو ان هاد لو دياغرام دو سيغري كما قلنا لو فوليوم ديالو غادي يكون كبر علاش لان غير لي زيليمون شيميك كل اليمون شيميك درتي ليه 2 ولا 3 ايزوتوب وانت عندك شحال من اليمون شيميك كاينين في الطابلو بيريوديك راه غيكون بيان سور هذا لو نومبر غيكون لو نومبر دي كاز اللي فيه كبار بزاف يعني في ليكزارسيس اش كيدير كيعطيك غير بارتي من دياغرام دو سيغري ما يمكنش يرسمو ليك كامل بحال مثلا اكزام 2011 ديال سيونس مات عطاهم لو دياغرام دو سيغري وهو كاين على دو فورم غنرسمو ليك انا على دو فورم باش تستوعب شي حويجات مهمين طافقين وغادي نشوفوا شنو هو لو برينسيپ بسيط بزاف اللي تراسا عليه لو دياغرام دو سيغري اللي تراسا سيغري
شنو دار؟ دار زد اون فونكسيون دو ان ولا ان اون فونكسيون دو زد وحط بيان سور دي كاز هنا شي غنشوفوه تو دو سويت. دونك خليكم معايا بلا رسمت بيان سور لو ديغرام دو سيغري في لا فورم نيميرو 1. Bon, c'est le principe du diagramme de Segri. Donc, nous avons représenté Z en fonction de N. Ou certains exercices, bien sûr, on dire N en fonction de Z. Donc, je nous donne Segri, chaque case, le diagramme d'hier, n'a pas chiffre à partir de 0. Donc, 0, 1, 2, 3, etc. Ou on a 0, etc. دونك داكشي اللي قلت لكم انا قبيله بانه غادي نريبريزونتي غير واحد لا بارتي منه. علاش؟ لانه كاينين في با مال دي زيليمون، ولكن حنا غنشوفوا لو برينسيپ دو مانيير جينيرال كومون اي لا كونستروي لو دياغرام ديالو مسيو سيغري. دونك عندي هنا لو كاربون لو لوكسيجين الهيدروجين اي لازوت. غنشوفوا كيفاش كومون اون بو بيان سور اكسبلواتي لو دياغرام وكيفاش bien sûr d'air ségri le diagramme d'hier. Donc tout simplement je nous dire monsieur là par exemple l'oxygène. L'oxygène شحال عنده في زد؟ عنده 8. شحال ان 8؟ bien sûr غادي A. وهنا كنعرفوا ان كما قلنا في لا سيونس بريسيدونت ان بغيت ان كندير هي A moins Z. Donc 8 في Z et 8 في N. Donc غادي نجي Z عندي 8 voilà et 8. Donc فين يتلاقاو؟ هنا في هذا لو بوان. دونك في هذا الكاز هذا ها هو. دونك الاكسجين 8 16. دونك عنده في ان 8 وعنده في زد 8. الاكسجين 8 17 يعني عنده زد ايغال 8 اي ان ايغال بيان سور 9. دونك نمشي لزد ها هي 8 8 في زد et 9 في N. Donc, هذا غيكون هنا l'oxygène 8 17. Voilà. Donc, l'oxygène 8 18 يعني عنده في Z 8 وعنده في N 10. Donc, automatiquement غادي يكون هنا هذا هو l'oxygène 8 18. De la même manière غادي نشوفوا لو كربون. عندي لو كربون 6 12 يعني عنده 6 في Z A 6N. دونك نجي ل 6 هنا و 6 هنا غيتلاقاو هنا بيان سور هما هنايا. دونك هذا هو لو كربون 6 12. دونك عنده 6 6 تري بيان. دونك لو كربون 6 13 يعني عنده 6 في زد و 7 في ان. فوالا غادي يكون هنا 6 13. بيان سور الاخر غادي يكون هنا 6 في زد و في ان 8 اللي هو لو كربون 6, 14. Attention, on aura A, ماشي N. Ou bien sûr, chacun a fait un tout monde. Oui, on a bien sûr la séance précédente. Donc, l'hydrogène, on a Z égale à 1 et N égale à 0. Donc, on dit Z 1, N 0. Avec on a 1, 1. On a 1 Z ou on a 1 N. Donc, on a dit la cas. 1, 2. Concernant tritium, donc on a Z1 ou N, bien sûr, il y a 3 moins 1, il y a 2. Donc on a 1, 3. L'azote, on a Z7 et N7, donc 7, 7. Donc on a 1, voilà. Donc l'azote, 7, 14. L'autre, on a Z, bien sûr, 7 et N8, on a 1. L'azote, 7, 15. Et l'autre, 7, 16. Bien. Donc, on a le diagramme de Segri, les éléments chimiques et les isotopes d'hierom. Mais je vais le diagramme périodique, le tableau périodique, ça nous fait tout simplement les éléments chimiques. Donc, il imagine faire le diagramme, حتى هنا كل élément chimique ou les isotopes ديالو غيكون le volume ديالو كبير. حنا درنا غير واحد la partie صغيرة من le diagramme de Segri. Bien. Donc, ce qui nous intéresse حنا دابا هنا رد معايا البال لواحد le nombre des éléments. شوف معايا هنا لا تمينا غاديين هنا ها هو هذا الاليمون عنده 1 1 هذا اللي كاين هنا كاين واحد الاليمون
عنده 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 etc. هادو لي ريجو هنا شتيهم عندهم ميم ان ميم زد. شنو كنا قلنا عليهم في لا سيونس بريسيدونت؟ كنا قلنا عليهم انهم سون دي زيليمون ستابل. باش تكون واحد النوايو ستابل خص تكون زد كتساوي ان ولا ا بو بخي ايكال ان، حتى هي يمكن نعتبروها انها ستابل. بيان لا فورم الثاني ديال لو ديغرام دو سيغري في هاد الغومارك هذا، ومساله هنا نوقف عليها هو انه هاد الكا ديال الايزوتوب غتخلينا ندوي على واحد المساله اخرى. هو مثلا في لي زيكزارسيس كيقول لك، كتلاحظ انه في لي زيكزارسيس كيقول لك لو كاربون 13، علاش ما كنقولش لو كاربون 6 باغ اكزومبل؟ لانه غتقول لي يا استاذ الا قلنا لو كاربون 6 ما عرفناش واش كنقصدوا به 12 6 12 ولا 6 13 ولا 6 14. اذا الا بغينا نسبيسيفي واحد ليليمون شيميك دوني، واش كنقولوا زد؟ واش كنرمزوا ليه؟ واش كنوصفوه بالزد او بيان بان او بيان بأ؟ كنوصفوه باش؟ كنوصفوه بيان سور بأ. اش كنقول؟ كنقول لوكسيجين 18 لوكسيجين 17. علاش؟ لانه كاين اكسجين واحد 17 او الاكسجين واحد 16. اما بالنسبه للزاد راه كيكون دي زيليمون عندهم ميم زاد. اذا الا بغيت سبيسيفي واحد ليليمون دوني خصك توصفو، تي بو لا ديكري باش بلو نومبر دو ماس ا، دونك ما تمشيش للزاد. هذاك الشيء غتلقى كيقول لك لو كاربون 14، علاش ما قالش لو كاربون 6؟ حقاش كاينين بليزيور كاربون اللي عندهم 6، ولكن كاين واحد هو اللي عنده ا بيان سور ايكالا 14. Bon, donc concernant la deuxième forme du de diagramme de Segri, regardez son débat. Donc, on a toujours z en fonction de n. Donc, comme vous voyez là, on a dire n en fonction de z. Donc, premièrement, on va représenter l'élément hado. Il y a même n, même z. Yak, en bas. واللي بيان سور لو نومبر ديالهم كي سالي عند 20. دونك لا بروجيكسيون هنايا، لا بروجيكسيون هنا اوسي 20. دونك هاد لي زاليمون هنا اللي عندهم ميم ان ميم زد، ان ايكال زد، هادشي كامل اللي كيبان لك هنا راه غير بارتي صغيوره. شو حنا هادشي كامل راه يقدر يجي حتى لهنا، عندهم ميم ان ميم زد. هاد لي زاليمون اللي عندهم ميم ان ميم زد لو نومبر ديالهم كيسالي عند 20. ما كيبقاش عندي في لا ناتور اليمون شيميك عنده ميم ان ميم زد فوق من 20. اذا هاد لا دروات، هذا دروات فيرتوييل اللي غنغوبريزونتي انا هي لا رياليتي. ها في الاول كيكون كونفوندو، عندنا دي زاليمون عندهم ميم ان ميم زد يعني كونفوندو مع زد لدغوات، زد كتساوي ان. مزيان. ابخي 20 لا ريبريزونطاسيون دو سيغري كتولي دايره بحال هكا. ما كنبقاوش نلقاو في لا ناتور دي زيليمون شيميك عندهم ميم ان ميم زد. اش كنلقى؟ كنلقى دي زيليمون عندهم ان ابخي ايكال زد. هادو كاملين هنا مالهم؟ كيبان لك ان زد ا بوبخي ايكال ا ان، يعني كيبان لك اننا ما بعدناش بزاف على زد كتساوي ان، على دغوات اللي هو زد كتساوي ان. اذا مي افون 20 كاينين بيان سور دي زيليمون عندهم ميم ان ميم زد، يعني كنا كونفوندو غادي هنا كونفوندو مع لا دغوات زد كتساوي ان. لا ريبريزونطاسيون دو سيغري اللي هي بالروج كانت كونفوندو مع هاد الدغوات اللي هو عنده زد كتساوي ان. هما هاد لي زيليمون هادو كنبقى نلقى دي زيليمون عندهم ميم ان ميم زد، يعني هنا 8 هنا عندي 8 هنا بيان سور 9 9 هنا 10 10 غتكون تلقى 11 11 12 12 13 13 14 الى اخره حتى 20. ملي كنوصل ل 20 كنبعد شويه على هاد لا دغوا زد كتساوي ان، ما كنبقاش نلقى دي زيليمون عندهم ميم ان ميم زد. تري بيان. ومساله اخرى هو ان هاد لو دياغرام هذا ديال سيغري يقدر مثلا يجي عندك هنايا في ليكزارسيس ويعطيك مثلا
ما يكتبش لك هاد لي شيفر اللي عندك هنا، بحال مثلا هاد لي دو زاليمون اللي خليتهم هنا، اعطيتهم هنا مثلا فوالا. انت غادي تقول لي انا لا بروجيكسيون ديال هاد لو كاربون حنا ما عرفناش مثلا، اش كدير انت في ليكزارسيس؟ كيعطيك هاد الدياغرام بحال هكا، وانت كتجبد منه لي زانفورماسيون، كتقول لي الزاد ديالو كتساوي 6، كنحط 6. لا بروجيكسيون على ان 6، وحنا اش كنديرو هنا؟ كنديرو ا، كنديرو هنا الفوق ا بيان، كتجمع زاد بلس ان، شحال عطاتني هي 12، كدير لي هذا هو السامبول. واحد اذا من دياغرام جبدنا له سامبول، مثلا هذا شحال عنده في زاد 7، او شحال عنده في ان 7، شحال عنده في زاد 6. اذا كنجي نقول لك زاد 6 و ا هي زاد بلس ان، يعني من هنا عندي 7 بلس 6 صافي 13. مثلا هذا ليليمون هذا مثلا عطاني بحال هكا الاكسجين، هاد الاكسجين بغيت نعرف لي زانفورماسيون من دياغرام دو سيغري، شحال عنده في ان 9، شحال عنده في زد 8. اذا غندير ليه في لو سامبول ديالو اكسجين، اكسجين 8 طافقين، اي بيان سور نجمع 8 بلس 9 صافي بيان سور 17 طافقين، وهكذا. اذا من تما نقدر نجبد لي زانفورماسيون، نعرف لو سامبول ديال داك ليليمون من لو دياغرام دو سيغري. هاد لوبيراسيون غادي نديروها تاني هنا، مثلا عندي واحد ليليمون هنا اكس، ليليمون نسميه مثلا اكس، بغيت زاد ديالو اش كندير؟ لا بروجيكسيون. كيسكو جو تخوف؟ زاد ديال ليليمون اكس، ندير لا بروجيكسيون ديالو على ان، ها هو. كيسكو جو تخوف؟ جو تخوف ان دو ليليمون اكس. اذا كيبان لي هنا بان الزاد ديال ليليمون، شوف من هنا لهنا الزاد كبيره شتي، باغ كونطخ ان ديالو مالا صغيره. اذا الزاد ديال ليليمون اكس تري سوبيريور ا ان ديال ليليمون اكس، يعني بحال بغيت تقول لي يا استاذ ان هاد ليليمون اكس عنده اكس اون بروتون. اكزاكتومون، ولا كان عنده اكس اون بروتون دابخي لي كونيسونس لي شفنا، اكس اون بروتون كان راديو اكتيفيتي كيدير؟ كيدير لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس. اذا اوتوماتيكمون باش يجيني لا زون دو ستابيليتي، هذا كيتسمى زون دو ستابيليتي، هذا زون دو ستابيليتي. حقاش واخا هربنا على زد ايكالا ان، طحنا في زد ابوبخي ايكالا ان، وكيف ما قلنا في لا سيونس بريسيدونت نقدروا نعتبروا هاد لي زيليمون سون لي زيليمون ستابل، هذاك الشيء يسموها زون دو ستابيليتي. اذا هاد ليليمون اكس باش يولي بلو ستابل اش كيدير؟ باش يهبط ليا لا زون دو ستابيليتي اش كيدير؟ كيدير لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس. بوركوا؟ كار عنده اكسي اون بروتون. بيان، دونك واحد ليليمون ناخذوه هنا، ها هو ليليمون ايكغيك، بغيت لي زانفورماسيون عليه، غتقول لي يا استاذ دير لا بروجيكسيون هنا. دونك فو تروفي ان ديال ايكغيك هنايا، اي لا بروجيكسيون ديالو تو سامبلومون على زد، دونك فو تروفي زد دو ليليمون ايكغيك. اذا كيبان ان هاد ليليمون ايكغيك مالو؟ عنده بيان سور ان كبر بزاف من زد، زد ديالو صغيره. اذا ليليمون هنا ان ايكغيك تري سوبيريور ا زد دو ايكغيك، يعني هاد ليليمون فاش عنده اكسي؟ عنده اكسي اون نوترون. اذا الا كان عنده اكسي اون نوترون اش كيدير؟ لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس باش يولي بلو ستابل. اذا باش يجي لا زون دو ستابيليتي اش كيدير؟ كيدير لا راديو اكتيفيتي بيتا موان، دونك كيدير لا راديو اكتيفيتي بيتا موان. علاش عنده اكسي اون اون نوترون؟ واحد ليليمون كا مثلا كاين هنايا ليليمون كا، ادار سامبول وصافي، ماشي يعني البوتاسيوم، غير واحد ليليمون كا دوني بيان، بحال اكس بحال ايكغيك بحال. اذا كيبان ان هاد كا راه بعيد على لا زون ستابيليتي، ها هي زون ستابيليتي فين طالعه شتيها؟ اذا حنا بعاد على ليليمون كا، اذا هاد ليليمون كا ستابل؟ نو ماشي ستابل. فاش عنده اكسي؟ كيبان ان الزاد ديالو كبيره وعنده ان كبيره، ولا كانوا لي دو كبار كنسميه هاد ليليمون؟ كنسميه ليليمون لوغ، هذا ايت ان نوايو لوغ بيان سور، شي كنا دوينا عليه بريسيدامون. ا ديالو مالها؟ كبيره، لانه عنده زد كبيره وان كبيره، كي غنلقى ا غنلقى كبيره. بيان، دونك باش يجي لا زون ستابيليتي اش كيدير هذا؟ باش يولي بلو ستابل كيدير لا راديو اكتيفيتي الفا، لي نوايو لوغ اش كيديرو؟ لا راديو اكتيفيتي
alpha. Donc, bien sûr, gamma, c'est quoi un diagramme d'énergie, x est en énergie. Donc, puisque nous avons une représentation de Zn, il est rendu à la gamma toujours, rendu à les trois premières radioactivités, les bêta plus, bêta moins et bien sûr alpha. Donc, là, on voit le diagramme de Segré, la forme d'Yellow Ternia. Donc, on a bien sûr la forme d'Yellow, les faits de notre examen national précédemment, que ce soit بالنسبة le PC ou la SVT ou la Science Math, déjà de chez Mahtatlium précédemment. Bien, donc on voit le diagramme de Segri. Je crois qu'il est clair maintenant. Donc, on a dit que N en fonction de Z. Donc, les éléments qui ont N, X en neutron. Ou les éléments qui ont X en neutron, ou bien sûr, quand Z est direct, quand c'est rare. Il est Z, bien sûr. Et là, quand on a N, l'élément X, il a X en neutron. Ou là, quand on a X en neutron, si j'ai la zone de stabilité, c'est du bêta moins. Et là, c'est le club. C'est ce qui veut dire bêta moins, ou c'est ce qui veut dire bêta plus, ou toujours alpha, là, sont des noyaux lourds. C'est ce qui veut dire alpha. Là, bien sûr, on a dit que c'est un élément. On a dit que un élément. Par exemple, je suis belle, les étudiants qui ont le diagramme de ce schéma, qui ont appris quelques trucs. Par exemple, maintenant, il y a un élément chimique. Il y a 8, 17. Il y a maintenant carbone 15. Il y a maintenant un élément, maintenant X. عنده في زد عنده زد 5 وهنا شحال عنده عنده 15 دونك 10 بلس 5 هي 15 رد معايا البال الا قلت لك انا غندير واحد ترانسفورماسيون من هنا لهنا مثلا من هنا لهنا ياك بيان اش تقول لي ركز معايا مزيان غتقول لي يا استاذ ها الفلاش مشينا من الكربون حتى لهاد اكس غتقول لي مشينا من لو كربون 6 15 حتى ليليمون اكس اللي عنده 6 اولا 5 15 مزيان دونك فاش كتفكر هاد الترانسفورماسيون من هنا هاد الراديو اكتيفيتي من هنا فاش كتفكرنا كتفكرنا اني خصني ندير 0 بلس 1 علاش غير دابخي صودي باش تكون عندي ان واحد ترانسفورماسيون خاضعه للدياغرام اللي هو صودي شحال عندي هنا 15 اش كتساوي 15 بلس 0 هنا اش عندي 6 اش كتساوي 5 بلس 1 اذا هنا نو زافون فيريفي درنا لو بوزيتو علاش غير باش نفيريفيو لي لوا دو صودي دونك اسكو لي لوا صودي فيريفي فيريفي بيان سي دونك عندي هنا 15 وهنا 15 بلس 0 دونك صحيحه 6 كتساوي 5 بلس 1 شنو لقينا بريوسنا زدنا البوزيتون مزيان كاين راديو اكتيفيتي هادي بيتا بلس دونك لاحظ معايا هاد الفلاش هذا واش ما كيشبهش هذا هذا هو هذا تري بيان اذا لي ستوديون اللي ضابطين اش كيولي عنده هو زد اون فونكسيون دو ان عارف انه الا كان عنده هو زد اون فونكسيون دو ان الا تما هابط بحال هكا خصو يبقى بيتا بلس الا تما طالع بحال هكا بيتا موان الا تما هابط بحال هكا الفا كيبقى عاقل على لا فورم ديال الفلاش هو هادشي اي ترانسفورماسيون هبطي بحال هكا فين ما كنتي في الدياغرام دو سيكري غتلقاها بيتا بلس ا كونديسيون يكون هنا زد اون فونكسيون دو ان بيان سور كيما قلت لكم ولا قلت لك غنجي من هاد الكاز لهاد الكاز اش تقول لي بيتا موان كنتي طالع بحال هكا بيتا موان كنتي جاي بحال هكا الفا دونك هادشي هذا توجور كيبقى عندك فيريفي الا كان عندك ان اون فورس دو زد غتولي هابط بيتا ما طالع بيتا بلس و توجور غادي راه هي الفا دونك جو كخوا كو لو ديغرام دو سي اي كلير ماتنون دونك في لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي ندخلو لكيلكو تريك تري تري امبورطون واللي هما لي لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف بيان سور غادي نديرو كيلكو رابيل ماتيماتيك بيان سور لي ستوديون ضروري خصو يكونوا
ضابطينها باش يقدروا يفهموا لا ريبريزونطاسيون دي كورب اللي غادي نشوفوا في نلوا بيان سور راديو اكتيف. دونك بارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم، ما تنساوش تكونوا ان شاء الله في الموعد لا سيونس بروشين اللي هي غتكون سيونس تري تري امبورطونت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.